عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا مهولا، أقول مهولة، سطر تحت مهولا، اللي وصل دابا المازوت راه وصل تقريبا 15 درهم، والبنزين اللي هو ليسونس راه وصل تقريبا فايت 15 درهم، وصل قريب 16 درهم. رغم النداءات المتكررة ديال جمعية حماية المستهلك، ديال الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ديال أرباب النقل، ديال 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 المواطن المغربي، ديال اللي تيستعمل السيارة ديالو، والمواطن المغربي اللي تيمشي المعيشة ديالو مرتكزة أساسا على هاد ليسانس وعلى هاد المازوت، بحيث أنه عنده واحد تريبورتور إذا تيستعملو يوميا، إذا ما تيشط ليه والو، إذا هاد تريبورتور حيت يدير تريبورتور ديالو تيخدم بليسانس، إذا راه ما تيشط ليه حتى شي حاجة. إذا هنايا بينا نرجعو كجامعة ديال حماية المستهلك، النداءات والبلاغات اللي صدرناها، ولكن ما وجدناش آذان صاغية. تنعرفوا بانه البرميل تيطلع وينزل دابا في هذه الازمه ديال الازمه ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه، وتنعرفوا راه كل ما ارتفع البرميل ثمن البرميل، كل ما الدوله تستفد اكثر بالنسبه للضرائب، كل ما ارتفع البرميل تستفد، اذا هي في صالحها باش يطلع البرميل. ولكن واش بالنسبه لدول اخرى كفرنسا مثلا، راه كاينه كاين 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 زياده ديال المحروقات، ولكن ما حاسينش بها لان الدوله دخلت ودعمت. احنا لا، احنا الدوله دابا راه تستفد فيما يخص هاد الزيادات هذه. قداش ما كانت الزياده طالعه، قداش ما الدوله تستفد في الضرائب ديالها. كان الحل الوحيد اللي اخذته الحكومه هو دعم ارباب النقل او مهني النقل. هذا الدعم هذا اللي رفضوه اساسا مهني النقل، رفضوه ما بغاوش، قال لك اسيدي هذا راه لغم لا حولنا. شكون اللي غادي يستفد من هذا الدعم؟ واش السائق؟ واش صاحب لاكريما؟ مول لاكريمون تيقول لك اودي هذا الدعم راه موجه لي انا كصاحب ديال لاكريما. السائق تيقول لك اودي انا راه انا اللي تندير المازوت، ماشي مول لاكريمون، راه انا تندير المازوت. كنت تندير مثلا واحد 3000 درهم في الشهر، وليت تندير دابا 5000 درهم في الشهر ديال المازوت، اذا انا اللي خاصني نستافد. هنا خلق واحد الشرخ بين المهنيين فيما بينهم، شرخ كبير. ولا انا قال لك حنا ما بغيناش حتى هذا الدعم، تيرفضوه، حنا ترفضوه، اذا كان حلول اخرى احنا مستعدين لها. اما باش الدعم يتعطى لواحد الفئه دونا، كاين اللي استافدوا وما خاصهمش يستافدوا، وكاين اللي خاص يستافدوا وما استافدوش. اذا هنا تيبقى مشكل ديال هذه المحروقه هذه، ان ايجاد حلول اخرى لانصاف هاد الفئه ديال المهنيين. ثانيا حيت نقولوا المحروقات راه 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 انت دعمت يسحب النقل، ولكن راه كاين الناس اللي تيركبوا، كاين الناس اللي عنده السياره ديالو، كاين اللي عنده الموتور ديالو، اللي يوميا تيتنقل. باش دعمتي هاد المواطن المغربي؟ باش دعمتيه هو تيستعمل الموتور ديالو يوميا، كان مثلا تيدير 10 درهم في النهار ولا تيدير 20 درهم، انت دعمتي النقل، ولكن خليت حتى هاد السيد راه عنده وسيله نقل. مول التريبورتور تيمشي يجيب الخضره في الصباح، تيتقدا الله يحسن العوان، راه تيستعمل التريبورتور ديالو، راه كان تيدير 20 درهم في النهار ولا تيدير 40 درهم او 30 درهم، اذا شكون اللي غادي يعوضو؟ يعني هاد 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 التعويض هذا ماشي في محله، وهذا كما سمينا احنا، كما سميته انا في سابقا، هذا تيتسمى المال السيب، هذا هو المال السيب، لان المال السيب هو اللي تيتعطى في غير محله. بغينا باش تكون هاد 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 هاد, هاد مثلا هاد الزيادات او هاد 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 المساعدات اللي تعطات للمهنيين، تعطى مثلا في محاربه الاسعار. ها الاسعار هي طالعه، الزيت راه وصلت فايتة 150 درهم 5 لتر، هذا الزيت دايره 600 درهم 650 درهم لتر. اذا علاش اللي هذا الشيء ما يتعطاش مثلا باش نحاولوا نقلوا من الجيب ديال المستهلك اللي صبح تيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا هنا خاصنا التدخل ديال الحكومه. هاد الدعم اللي تيتعطى غير هكاك يمينا ويسارا تيتوزع غير هكذا، خاص كيفاش هذا تنسميو حنا كما قلنا حنا بالمال السيب، وخاص اعاده النظر في هذا الدعم هذا، اللي اصلا ارباب النقل راهم رافضينه رفضا باتا، لان ما جاش في محله.